كيف تسمح لنفسك نزار الشعري انه بالارقام اكثر من 3 ملايين ناخب و 72.1% باش تقول انه شعبيه الرئيس زائفه على اي معطيات بنيت هذا التصريح او هذا الوصف؟ والله شوف هو سهل ياسر معناته وانا نعتقد انه النوعيه هذه نتاع الاسئله اللي يلزمها تطرح اكثر في الاعلام بعد وانا سعيد اني نجاوبك. اولا من الحاجات اللي يقول عليهم ديما انا عارف يكون سعيد هذيك امورك داخليه من داخلها. انا اقول ما احوجنا اليوم في الفضاء الاعلامي لاسئله بهذا الهدوء ثم هات نفسروا اللعبه. انا كان شفت قلت انه انتخاب قيس سعيد سيكون بمثابه الثوره الثانيه وقد تم. مانيش عرافا هذيك قالت راهو في بين الجولتين الانتخابيتين معناتها بين الدور الاول والدور الثاني في هنا تونس في ديوان اف ام وكان ثم معطيات واضحه. الرئيس لليوم يقول انه من المفروض في الديمقراطيه يتم سحب الوكاله. سحب الوكاله على شنو يعتمد؟ يعتمد على انه السيد اللي يعد بحاجات، وانا قلت انه السيد كان صادق. اليوم نعتقد انه بعد سبتمبر 2021 ثم برشا اشياء ما كناش ننتظروا فيها بالشكل هذا، ومش على خاطر هذا يعني انتخبنا قيس سعيد. إذن هو غير من نظرته، وأنا من حقي ديمقراطيا أني أسحب الوكالة دو تغيير طريقة التعاطي. حكاية الشعبية الزائفة، أولا الناس الكل تعرف وهذا مش سر أنه مثلا النهضة، مثلا ائتلاف الكرامة إلى غير ذلك، في الفترة هذيك هم أيضا دعوا إلى انتخاب قيس سعيد. وفي الوقت الحاضر كلهم ولاوا من المعارضين لقيس سعيد. يعني ثم جانب كبير من العباد اللي انتخبت قيس سعيد ضد نبيل القروي. الآن بعد اللي عملوا قيس سعيد تحالفوا مع نبيل القروي، مش تحالفوا فقط ولكن ولاوا أيضا ضد، يعني ثم مثلا جزء كبير من التيار اللي في الوقت هذاك كان مع قيس سعيد اليوم ضد قيس سعيد. ائتلاف الكرامة صوت على قيس سعيد. إجابة واضحة في الأرقام. يعني اليوم فين نجموا نعترفوا أنه حاجة زي، وأنا داير دعيت في لقاء آخر قلت اليوم من المفروض بعد هالدستور الجديد قيس سعيد باش يعني يقول هاني قمت بالدور متاعي، يدعو إلى انتخابات رئاسية أيضا سابقة الأول. هكاك نولي نعرفوا بشكل قاطع ونهائي هل شعبيته زائفة أم حقيقية. لكن في الوقت الحاضر أنا من ناحيتي بما أني ندور برشا في تونس ونشوف الدنيا شنو عاملة، كل العباد اللي قبل كانوا يقولوا لي قيس سعيد جيد وكذا، يقول لك قيس سعيد في عهده تقطع السكر، في عهده تقطع الزيت، في عهده تقطع ليسونس، في عهده ما عادش خالط أنا خطر التيمام طلع كذا. أي اليوم يقول لك أنا الانفلاسيون عمرنا ما شفناها بالشكل هذايا. إذن كل المكونات اللي تخلي الشعبية اللي كانت وانت تعرف حتى شيء ما هو ثابت، كل شيء متغير. إذن أنا نعتقد اليوم في اللحظة هذه لو قيس سعيد يتقدم للانتخابات الرئاسية، مع أنا إيماني القطعي أنه ما هوش مش يعاود يقدم روحه للانتخابات الرئاسية، وهذا إيمان معناتها اعتقاد شخصي ما هوش معلومة، نعتقد أنه السيد لن يصل إلى عشر اللي كان يعمل فيه. إذن وما يوصلش للدور الثاني اليوم قيس سعيد. طيب